عندنا صدور دجاج بدون جلد او عض، نص كوبايه زبادي لايت، معلقه كبيره زيت زيتون، ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه روز ماري اللي هو الفريش طبعا، ربع معلقه زعتر فريش، معلقه بابريكا، ملح وفلفل. اوكي نبتدي بيها يلا، ولا نقول الثانيه كمان؟ لا تعالي كل نبتدي واحده واحده. واحده واحده ماشي يلا. اول حاجه هي مقادير ايه الحاجات اللي ورا دي بتاعت ايه؟ دي الوصفات، ما هو هم اربع تتبيلات، احنا هنبتدي بالاثنين دول. اوكي اهي الصدور، ما نجيبهاش تخينه قوي عشان احنا هنشويها. ماشي هنحط عليها. انت شويه على النار، انت حاطها على النار؟ اوكي عشان ايه بتاخد وقت. ماشي وبعدين الزعتر فريش، كل حاجه فريش طبعا صحيه. ده روزماري. روزماري روزماري في بلاد السعوديه بيسموه اكليل الجبل، عشان اخواتنا في السعوديه بيشوفونا يبقوا عارفين ده ايه. وزيت زيتون. وزيت زيتون. اوكي وهنحط زبادي. الزبادي بيخلي الصدور طريه. بابريكا. وبابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي. ايوه اوكي. وهنحط ملح وفلفل والثوم الباودر. تقلبي بيه احسن. ده ايه ده؟ ده توم باودر. توم باودر. هنقلل الملح والفلفل على قد ما تقدري. ممكن؟ عشان انا ضد الملح. انا كمان عشان احنا بنعمل اكل صحي، فمش هن ايه مش هنزود ملح. أوكي. وطعمها تحفه. عايزني اقلب بالسباتيولا احسن؟ اوكي. يبقى حطينا ايه بقى من الاول؟ حطينا روز ماري وزعتر فريش، وحطينا زيت زيتون، زبادي، ممكن ازود سنه بابريكا كمان عشان لونها. والفلفل الارناؤوطي. وبنقلبها طبعا، بنسيبها المفروض في التتبيله مش اقل من نص ساعه. حط لك زيت هنا على الطاسه؟ لا احنا حطينا خلاص زيت زيتون هنا. اوكي كفايه قوي. الطاسه بتاعتنا هتكون سخنت. اوكي هروح. هي مش سخنه قوي لسه، بس اتس اوكي ممكن احط بجد؟ يعني. حلو. اموت في الصوت ده انا. احلى مزيكا في الدنيا دي. طبعا كده. ونسيبها. ونسيبها. ما نجيش جنبها. هي هتاخد 6 دقائق. اوكي 6 دقائق. كلها. ماشي. على كل ناحيه 6 دقائق صح؟ المفروض على كل ناحيه 6 دقائق، بس دي رفيعه يا شريف، فدي مش هتاخد وقت قوي كده. أوكي. فتلاته وتلاته. طب تيجي نعمل التانيه؟ هنشوف يعني. يلا. يلا بينا. الوصفه التانيه. الوصفه التانيه نقول مقاديرها. اللي هي بالايه؟